جميع الأقماح بس هذا الشيء مدينة الحب والسلام، مدينة القيس، ذواقون لننال وبشرف هذا الشرف كوكبة من Thank you for what you said. زيارة سيدنا البطرك يعني بتكتسب أهمية كبيرة بالذات على الفحيص، باعتبار الفحيص هي من أكبر أو أكبر رعية للكنيسة اللاتينية في الأردن، وبنفس الوقت لأنه الفحيص بتمثل حالة مختلفة عن كثير من المناطق بحكم أنه أصبحت عبر السنين والآن تحديدا بتمثل بشكل حي قيمة الوجود المسيحي في الأردن وقدرة المدينة أنه تعبر عن هذا الوجود من خلال روح وطنية ومن خلال عطاء ومن خلال كثير من المعطيات اللي بتجسد القيم المسيحية والحياة المسيحية في مجتمعنا. الزيارة لها أهمية كبيرة جدا، بنتأمل أنه يكون في لها آثار تعزز من قيمة حضور الكنيسة بحياتنا اللي هو حضور تاريخي من خلال مؤسساتنا التربوية، من خلال مؤسساتنا الاجتماعية، من خلال الروح والعمل الرسولي اللي بيجمع كل كنائس الفحيص، لأنه كل مجتمع الفحيص هو مجتمع واحد. فروح التعاون زي ما تفضل سيدنا الكاردينال في حديثه قبل الساعتين الماضيات، يعني أكد على حقيقة التعاون والروح المسيحية اللي هي متجسدة بالقدس، وإحنا بنحس إنه هي متجسدة عنا بين الكنائس الرسولية بالفحيص بشكل قوي. مثل ما لاحظنا شفنا فرحة الأهل الفحيص بزيارة غبطة البطريرك بيير باتيستا بتسابيلا، وهي الزيارة الأولى لإله بعد تنصيبه كاردينالا على الكنيسة اللاتين، ففرحة الناس يعني زي مثل ما احنا شفناها بالاستقبال بكل المؤسسات الكنسية والعشائرية والمؤسسات المدنية والاجتماعية وحتى المدارس كمان، أيضا مع أنه يوم دراسي كمان شاركت في هذا الاستقبال من خلال الكشاف، من خلال الجمعيات الكشفية والجمعيات الشبابية. فالفرحة يعني كبيرة كتير بوجوده، وأيضا في اللقاءات التي تمت مع غبطته مثل ما لاحظنا هناك مطالب، هناك أماني، هناك صعوبات وتحديات، وكلها طرحت أمام غبطته في هذا اللقاء، وأبدى غبطته ارتياحه من هذا الاستقبال، وأبدى أيضا رغبته في الاستماع لكل هذه التحديات وهذه الطلبات، وخاصة المطالبات اللي طالبت بخصوص المدارس، بخصوص الوحدة الكنسية ما بين الكنائس المختلفة في مدينة الفحيص، مع أنه منشوف دائما الوحدة الكنسية متجسدة في هذا البلد من خلال الاحتفالات المشتركة اللي بيقوموا فيها خلال الأسبوع المقدس. فالوحدة موجودة، الانتماء الوطني أيضا موجود مثل ما شاهدنا من خلال الخطابات ومن خلال الكلمات التي قيلت أمام غبطته، كيف الإصرار على الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية مع الحفاظ على الهوية المسيحية في هذا الوطن الأردن، والانتماء للعائلة الهاشمية لجلالة الملك عبد الله، الله يطول بعمره،
وأيضا التثبيت على الوصاية الهاشمية للمقدسات المسيحية في القدس والأراضي المقدسة. أنا بتمنى إنه هذه الزيارة تحمل أيضا هذه الأماني والطلبات غبطته يأخذها بعين الاعتبار، ومثل ما وعد إنه سوف يقوم بدراستها وأيضا الاطلاع عليها والاهتمام بها. لاحظنا قديش هو مهتم في هذه الطلبات والتوصيات كمان اللي حملها خلال هذه الزيارة. بتمنى زيارته والأماكن اللي راح يزورها كمان إنه كل التوفيق، ومحبتنا كبيرة للكنيسة، محبتنا كبيرة لرؤساء الكنيسة، وانتمائنا احنا كمسيحيين في هذا البلد. ما منقول أرثوذكسي لاتيني كاثوليكي، مثل ما شاهدنا الكل كان بالاستقبال والكل كان يحمل هذه المحبة المتجسدة. فربنا يوفقه في هذه الزيارة، وان شاء الله زيارة موفقة للجميع.